شكراً أستاذتي الجليلة. ليس من باب المجاملة المحض أن أنوه بصديقي وأخي عثمان المنصوري، أولاً لإصراره ومثابرته على خط صعب اختار السير فيه كما لا يمكن السير على رجل واحدة برجلين اثنين، وهو العمل في حقل دراسات المغرب الحديث في الجانب المتعلق بالعلاقات البرتغالية المغربية. فهو كما ذكرت زميلتي والسيدة الأستاذة الفاضلة، وأيضا الشق الآخر أو الرجل الأخرى هي ديال الترجمة، والترجمة عمل صعب والحديث فيه ذو شجون، ولن أتحدث اليوم عن الترجمة وإشكالاتها وصعوبتها، وإنما أنوه بالعمل من باب أنني وإن كنت أنتمي من حيث التكوين إلى الفلسفة ومن حيث ما ابتليت به في السنوات الأخيرة إلى مجال الروائيين، فإن لي شغفا بتاريخ المغرب المعاصر بصفة أخص، ولكن أيضا بتاريخ المغرب الحديث، ولا أزال أستفيد من كتابة أخي عثمان المنصوري في المستويين معا، في المستوى التخيلي لأنني يعني وضفت جانبا من الملوك المغاربة لكولاسو وأسرة كولاسو وامتها العمل البرتغالي، وأيضا في المعرفة التاريخية. وفي الأيام الأخيرة أعدت قراءة دراسة قديمة ربما قد نسيتها نذكرك بها الآن، وهي ديال ذلك الأسير الذي قضى 14 سنة في مراكش، هذاك الغريب الآن يعني عمل الترجمة يخدم المشروع دياله ديال العلاقات المغربية البرتغالية، وعمله ديال في العلاقات المغربية البرتغالية يساهم في ربط العلاقة بين الشعبين المغربي والبرتغالي. وقد أشق عليه إذا قلت له والله كم أتمنى، وأنا أعلم حبه للرواية أيضا، لو أنه تطوع يعني في المرحلة الأخيرة ولو عرفنا بأحد النصوص الروائية بتعريبها إلى اللغة العربية ستكون مساهمة جميلة، ولا يعطينا شي كورونا اللي غادي تخليك تنتج وتسد عليك الدار، ولكن الله يسر الأمور. مساهمتي في هذا الجمع المبارك جعلت لها عنوانا هو الفارس الغريب، وسنرى لماذا هذا العنوان بعد قليل. تعلمني قراءة الرحلة كلما أقبلت على قراءة نص رحلي جديد أو رجعت إلى نص سبقت لي قراءته مرة واحدة أو أكثر، أن الرحلة تنبئ عن الرحالة أكثر مما تخبر عن البلد مكان الرحلة، وذلك عكس ما قد يدعي الرحالة أو يرجو للأمر أن يكون كذلك، وخلافا لما يذهب إليه الرأي الشائع عن الرحلة من حيث أنها إخبار عن ومعلومات عن البلد الذي تتم الرحلة إليه. الرحلة أقولها في كلمة واحدة تأويل لواقع، وأضع كلمة واقع بين مزدوجتين لأن هناك تحفظ في كلمة واقع من الناحية المعرفية، من ناحية الإبستيمولوجية، وكما تعلمون هذه الأشياء. الرحلة تأويل لواقع بين مزدوجتين بمعنى أنها إعادة تركيب لذلك الواقع على نحو يتصل بالرحالة أو بكاتب الرحلة من جهات عديدة، البعض من تلك الجهات واضح مكشوف، والكثير من تلك الجوانب إن لم نقل جلها ينقصه الوضوح وتحجب الرؤية فيه عوائق من أنواع مختلفة، عوائق سيكولوجية وأخرى إيديولوجية، وبالتالي عوائق ثقافية في المعنى الأرحب للفظ الثقافة، أي في المعنى الأنثروبولوجي للكلمة. هذا التقرير أو بالأحرى هذا الزعم من قبلي يحمل على طرح سؤال نظري يتعلق بالرحلة من حيث هي مصدر ممكن للمعرفة التاريخية، أو من حيث المسألة إذ إنها تطرح إشكالات
مرات أخرى بين مزدوجتين الموضوعية وبين مزدوجتين ذاتية في ممارسة المؤرخ، فهي بالتالي تثير قضايا تتصل بطبيعة المعرفة التي تسلم إليها العلوم الإنسانية وتقتضيها، من حيث إنها إنتاج نظري يتصل بالتاريخ أو يكون أداة أو وسيلة لبناء المعرفة التاريخية. أستسمحكم في التدليل على جوانب مما يحمله هذا الزعم من قبلي، وذلك من خلال وقفات سريعة عند أمثلة يكون المراد منها رسم معالم البروتوكول الذي أزعم أني أخذ به في قراءة النص الرحلي أو يعني نص الرحلة. أتناول في البداية أحد أشهر النصوص الرحلية في ثقافتنا العربية الإسلامية، إن لم أقل أشهر النصوص على الإطلاق، وتعلمون أن المقصود بالإشارة هو ابن بطوطة. يحرص الرحالون في التقديم لنصوص رحلاتهم في المعتاد على إمضاء نوع من التعاقد الضمني بينهم وبين قارئهم. بموجب هذا الاتفاق أو التعاقد الضمني يسعى الرحالة أو كاتب الرحلة، فليس الأمر كما نعلم واحدا في الأحوال كلها، بعض الأحيان تكون الرحالة شيء واللي حرر الرحلة في نهاية الأمر شيء آخر، وهذا حال ابن بطوطة بصفة خاصة. يسعى الرحالة إلى جعل حديثه مقتصرا على الغريب والعجيب، فلا شأن للرحالة بالمألوف والمعتاد. كذلك كان الأمر في ثقافتنا العربية الإسلامية، الإمتاع يكون بالحديث عن الغريب وعن العجيب، أما المألوف فلا قيمة له وأمر تافه الحديث فيه. ويلتزم القارئ بالمقابل أو على الأقل في منظور صاحب الرحلة بتصديق صاحب الرحلة فيما يقوله ويدونه. ومن حيث المبدأ فإن القارئ حر بطبيعة الأمر في عدم تصديق كل ما يتحدث به، فيحق له أن يكون متحفظا، بل إن هذا هو الشأن عند الفقيه محمد بن جوزي الكلبي محرر رحلة ابن بطوطة، عندما كيقول هذا حرها بأمر من السلطان المريني بطبيعة الحال، كيقول أوردت جميع ما أورده كيقصد ابن بطوطة من الحكايات والأخبار، ولم أتعرض لبحث ذلك ولا لاختبار. يعني العهدة عليه هو في كل ما ذكر من أقوال ربما ما يعتبره كذب مبالغات إن لم يكن كذب أو إرسال القول على عواهنه. وقد يوافقني الكثيرون في القول بأن نص غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لا يغدو هاما ومثيرا وممتعا أيضا إلا بالقدر الذي يأخذ فيه ابن بطوطة في الابتعاد عن البلاد التي تقع في دائرة الإسلام. يشرع الغريب والعجيب في الظهور بالقدر الذي يشرع فيه ابن بطوطة بالتوغل في بلدان الأقوام المخالفة معتقداتهم لنا. كل الأحكام التي يصدرها ابن بطوطة على عادات ومعتقدات ما الأقوام التي يقوم بتدوينه بالتحدث عنهم يتم من خلال مصفوفة، هذه العبارة رياضية لا ماتريس، هذه الكلمات المتقاطعة، تلك المصفوفة أتحدث من خلالها تلك المنظومة المرجعية أو تلك المنظومة المرجعية. أنظروا بعد هذا ثانيا في مثال ثاني في متن الرحلة المغربية إلى أوروبا في الأزمنة الحديثة، وقد تفضلت زميلتي بالإشارة إلى دراستي قديمة عن أوروبا في مرآة الرحلة، لأتبين أننا نحن القراء أمام نماذج من النصوص الرحلية، نماذج ثلاث وأصناف ثلاثة من الرحالين المغاربة على أوروبا، تختلف باختلاف الأزمنة أو بلغة جريدية باختلاف اللحظات التاريخية. وقد بدا لي أنها تصنف في لحظة أولى، قلت في كتاب ذلك إن نعتها بلحظة القوة، واللحظة الثانية لحظة الضعف والدهشة، واللحظة الثالثة بلحظة استعادة الوعي. اللحظة الأولى لا يمثلها أفضل ما يكون التمثيل ابن عثمان المكناسي في الإكسير في رحلة الأسير، وشيء ما في رحلته الثانية إلى مالطا،
يبدو عندما يتحدث ابن عثمان المكناسي كما كان يطل من أعلى على هذه البلاد التي يقوم بزيارتهم، فالملك اسمه الطاغية وهو يرى التعظيم والتوقير له بدل على توقير ملكه، وثم هو لأنه كان مرتاح غادي بالدارجة بالشكارة ديالو عمرة بالفلوس من أجل افتداء الأسرى، ما فيهم حتى أسير مغربي، هم أسرى الإيالة العثمانية، فلذلك حتى من تيديو يقومون به بعض الزيارات هذيك الأماكن ينظروا لها يعني بشي باحتقار. مثلا إكرام له دون كارلوس ترسيرو خداه معاه ليشوف الأوبرا، دخل الأوبرا تقول هذا ليس من المروءة في شيء، الذين يلعبون عليهم أضواء مسلطة ونحن الذين نشاهدهم في الظلام. فعلى سبيل المثال يعني ويتعجب من هؤلاء الناس الذين يحتفظون بجثث الحيوانات النافقة ويسمونها متاحف وغير ذلك. اللحظة الثانية هي لحظة التي أعقبت هزيمة إسلي، هي الرحلات ديال 1845 وفي مقدمتها بطبيعة الحال وأهمها هي رحلة الصفار. فهذاك الوقت الصفار يتحدث من أفق آخر في نفس السؤال، لماذا انهزمنا؟ فيتحدث عن الجيش المنظم وعن الأقوام الذين لهم علم وكل شيء يدوننه، فالذات أقل تضخما. الرحلة الثالثة هي استعادة الوعي بعد الشعور بالهزيمة، هي الرحلات كلها اللي جات من بعد 1860 بعد احتلال وإعادة تحرير تطوان، ثم كل المشاكل اللي غادي يدخل فيها المغرب في السبعينات، يعني كان قصد هنا الرحلات التي تعرفونها اكتفي بالإشارة إليها، الرحلة بن عمرو العمراوي والرحلة ديال طاهر الفاسي ثم رحلة الكردودي والجعيدي والرحلات الأخرى صاعدة حتى نوصلوا للقرن العشرين. هذه ديال استعادة الوعي والاستفاقة وإدراك ما كيسميه عبد المجيد القدوري في دراسته التفاوت، يعني التختلاف بينهم وبين نحن، بين الشمال والجنوب، بين التقدم والتأخر. النموذج الثالث وأعتذر الإطالة في هذه القضية هي النماذج ديال الرحلات اللي يمكن للوقوف عليها وهي كثيرة وقفت على بعض منها، هي الرحلات اللي في الاتجاه الآخر ماشي من الجنوب إلى الشمال وإنما من الشمال إلى الجنوب، رحلات الأوروبيين إلى المغرب بصفة عامة أكاد أجد نفس الترتيب مع اختلاف الأزمنة. ملين كنقراو الرحالين والمسافرين وخمشي رحلات منظمة على الأقل من خلال الرسائل وذلك اللي جاوا المكناس في الرحلة الأولى ديال أيامات القوة في المغرب لعند مولاي إسماعيل من أجل افتكاك الأسرى من السجون وخاصة من السجن الرهيب ديال حبس قارة، صورة لهم وللمغرب. من بعد ذلك هذا التغيير النبرة في القرن التاسع عشر بصفة خاصة، كل هذوك المسافرين اللي غادي يجيو للمغرب نموذج ديال بيير لوتي وامثاله تجيو للمغرب باش كيشوفوا الامر هذا عجيب وغريب ومن ناحيه الفولكلوريه ود المتعه ودائما داك شيرشي ليترونج الى ميرفيو، ولكن هذاك ليترونج الى ميرفيو من ناحيه ديال اقوام هم دوننا وشي تيتهضر على مهمه تحضيريه وغير ذلك. نعم هنالك نص هام بل ونص خطير جدا، لانه تيكشف من العنوان ديالو على الامر، وهو شارل دو فوكو ريكونيسانس او ماروك. ريكونيسانس بعدا في حد ذاتها مصطلح عسكري، ان فول دو ريكونيسانس يعني من اجل عمل تجسسي، وتصرح ذلك من العنوان وبالاختفاء زي الحبر اليهودي وغير ذلك. لكن الذي يحدث أنه في الملاحظات ديال شارل دو فوكو كتبقى كثير من الأشياء المفيدة والنافعة، وفي الرحلة ديال ابن بطوطة كتبقى أشياء كثيرة ونافعة، لكن أنا ما أدعيه أن لا يمكن بالنسبة للرحلات الأخرى خلينا من دو فوكو لا يمكن اعتبارها بشكل مباشر مادة تاريخية قابلة الثقة فيها، ما دام تتحدث في نهاية الأمر عن ابن بطوطة وعلى انطباعاته وعلى العالم اللي تيحمله وما ينظر إليه يتم من خلال
من المنظومه التي يحمل. هذه هي الفكره اللي عندي انا شخصيا على على الرحله. فالرحله عملها بالنسبه للعمل ديال المؤرخ من حيث المعرفه التاريخيه تصلح في تركيب المعرفه المتعلقه بالذهنيات وبالثقافات. اما اذا تكلمنا على يعني ابن بطوطة يفيدنا على الجغرافيا وعلى الاقتصاد كي كانت كاينه في الصين او لا في يعني في ديك المدن الاخرى، الا غادي نسقطوا في واحد العدد ديال هذه هاد الاعتراضات. الان هذه الاداه او باش سميتو بروتوكول وسيله باش كان كيبان لي انه يكون الاشتغال الانسب، غادي نتناول الان الرحله، رحله الملك البرتغالي دون فرناندو الى المغرب. والكتاب الذي تفضل الاستاذ عثمان المنصوري بترجمته فيه نص رحله الملك الى طنجه ورحله قصيره قام بها كولاسو الى من طنجه الى مكناس لتقديم اول ميداليه مغربيه، اول ميداليه تيتلقاها المغرب او يعني الملكيه المغربيه، وهي الفكره ديال الميدانيه. الترجمه الوحيده اللي كانت كاينه عند المترجمين هذيك الكلمه التركيه النيشان، باقي تنقولوا هذوك النيشان وكنستعملوها كثير شي في الجمع النياشين، كنقولوا النياشين والاوسيمه. اول سؤال تيتطرح، نحن امام ملك وامام رحاله هو في الوقت نفسه قنصل. كنطرح واحد العدد الاسئله كتخليني هذه الرحله نطرحها. اولا لا نعلم شيئا عن موضوع الرحله ولا عن الهدف الذي كان من ورائها. الملوك ماشي عابه غادي يقبض الباخره ويقبض الطريق ويمشي يقطع لطنجه ويمشي فقط من طنجه لتطوان ويولي عاود يمشي بحاله. شنو هو الخفي الرحله؟ الرحلات كلها اللي قرينا مثلا الصفار ما كيقولناش على ان الرحله ديالو من بعد الهزيمه الاسلي، ولا العمراوي على انه من بعد استعاده تطوان وغير ذلك. لا نعلم شيئا عن موضوع الرحله. ثم المترجم اللي هو القنصل وبالتالي موظف عند الملك يقول لنا ان الملك هذا كلامه يود الحفاظه على منتهى السريه ولا يرغب في ان يستقبل بمراسم الاستقبال الاحتفاليه. ولكن السريه كما يلاحظ صاحب الرحله لا يمكن ان تكون الا شكليه. تيقول فقد كانت هناك بالفعل دلائل شتى تقول كنقول عفوا انا تقول ان السريه كانت في الشكل فحسب. صاحب الرحله الان هو جوزيف كولاسو وهو دبلوماسي ينتمي كما ذكرت الاستاذه الى عائله امتهنت منصب العمل القنصلي في طنجه عمليا طيله ملي ولات القنصليه ديال البرتغال فيما احسب في طنجه، وبالتالي هم توارثوا العمل القنصلي لقرون عديده. المثير هنا هو الشخصيه اولا ديال صاحب الرحله. موضوع الرحله هي رحله الملك، ولكن المؤلف هو كولاسو. وكولاسو هذا دبلوماسي طبعا، ولكن كما كيقول السي عثمان وعنده الحق قليل الاحتفال بالعمل الدبلوماسي او يقوم به كوظيفه. اما هواه وقلبه وتعلقه فهو الرسم، وهو نفسه خريج الاكاديميه، وهو يحمل هلاوس ووساوس وعالم الرسام الفنان في نفسه. كيقول الاستاذ مثلا عن كولاسو هذا انجز عديدا من اللوحات والاثار على الزليج الفني على الزليج. والرسم حاضر في النص بقوه، حاضر في الوصف، وحاضر عندي في استحضار رسام كبير قام برحله من طنجه الى مكناس، وعنده اثر كبير في تاريخ الرسم الحديث وفي تاريخ الفكر الحديث وكله. وهو هذا رجل احببته كثيرا، هو اوجين دو لاكروا. ما تيذكروش بالاسم ولكن حاضر عنده، غادي نكشف على بعض. المهم ان الوساوس والهلاوس الرسام حاضره عنده. يكفي ناخذ الصفحه الرابعه الغلاف ونقرا الوصف اللي كيقوم به للتبوريضه مثلا، ولا الوصف للفرس، ولا هذا يعني فنان
يستعينوا بعض الأحيان بالرسم ولكن يرسموا بالكلمات. ورغم أن كل ترجمة خيانة وتفقد الكثير من المعاني، ترجمة الأستاذ عثمان المنصوري حافظت هذاك في النص على روائه وعلى الكثير من جماليته، رغم بلا شك الفرق الهائل أو الفرق على كل حال بين البلاغتين العربية، اللغة العربية واللغة البرتغالية. هذا فيما يتعلق بالملك وفيما يتعلق بدانيال كولاسو. الآن كل رحلة كنقراوها، وهذا من الأشياء اللي عندي، كتبقى واحد الانطباعات، واحد الآثار كبيرة في النفس هي التي تستقطب الانتباه أكثر من غيرها. وما أثار الانتباه وما يستقطب الانتباه أكثر من غيره هو الفرس والفارس، هو العربي والحصان. هنا غادي اختلط الأمر بين أمرين، بين ماذا وماذا؟ بين ثقافة صاحب الرحلة والتي هو أسير لها لا يستطيع أن يخرج منها، فهي المصفوفة التي يرى العالم من خلالها وهي المرجعية التي يأخذ بها. كيف يتم الحديث عن الفرس؟ أولا واحد المستوى نفعي، كما نعلم جميعا وتيتقال هنايا، حتى نهاية القرن التاسع عشر المغرب ما كانش كيعرف العجلة، وبالتالي كانت وسيلة التنقل الوحيدة هي الدواب. فهذا الجانب العملي، ولكن أرى هذاك كولاسو ولا ملكه جاو المغرب، راه ماشي بحال الا مشى للنمسا ولا مشى لايطاليا، راه جاي لافريقيا، يعني تيبحث على التسليه وعلى العجيب والغريب، وثقافه ترى نفسها في مرتبه عليا تقرا ثقافه في مرتبه دنيا. فهو كل ما تيبان له في العربي، مرات يستعمل العربي، مرات كيستعمل البربري، القصد بكل الاحوال هو المغربي، يعني الامازيغي القصد بكل الاحوال هو المغربي، تيشوف غير هذا الجانب اللي غنسميوه فولكلوري تقريبا من اقواله. والعربي فوق الحصان هو النقيض التام للعربيه في الكوخ، في المغربي يكون خارج الحصان مثل السمكه خارج الماء. شوف حتى لين مشى للتصوير، يعني كانه 24 ساعه هو الدور ديالو يكون فوق الحصان ويطرب الناس بالعابه وبسحر العابه، حزينا مطبطا وخاملا. أما فوق الحصان فيكون في مجاله الطبيعي حيويا ونشيطا، تظهر في عينيه فرحة الروح. أعجب كولاسو وملكه أيما إعجاب تبوريدا لا فانتازيا، بالفرنساوية تقولوا ترجمة أخرى جميلة لو جو دو لا بودر كما كتعرفوا. فكيشوف المغرب كله والطريق اللي قطع كلها والعمل ديالو كله أهميته كله أنه تيتفرجوا بصفة مستمرة في التبوريضة يلي كاين. نضيفه في هذا الأمر واحد الكلمة نقرأ استشهاد، وكأنما هناك تقارب روحي في وصف مشهد التبوريضة بين مشاعر الملك وكل ذلك المشهد الساحر. وفعلا كان في هذه التبوريضة شيء لا أعرف أن أصفه سوى بالغريب الذي له علاقة بتاريخنا نحن البرتغاليون، وبالجمال والشاعرية التي لا يمكن إلا أن تخلف في القلب البرتغالي الذي يشاهده أثرا عميقا. نزيد خطوة للأمام، نشوف الانفعال كيمشي بعيد. عندما يتم الحديث عن بروز الفارس الغريب، هذا الفارس اللي بوحده في الميدان وغادي يظهر فجأة بجمال العام ما تيلبس وبجمال المركب ديالو وبما سيخلفه في النفس في نفس الملك. وهنا كتمشي يعني واحد الصفحات، ثلاثة ديال الصفحات جميلة جدا، بين الصفحة 77 والصفحة 79، يظهر في الميدان فارس عربي وحيد بمظهر لطيف بدون أن يعرف أحد من أين أتى، كأنه مهدي منتظر، كأنه مخلص، لا يعرف أحد من أين أتى ولا من أين دخل إلى الساحة. وجه مغطى
هذاك البطل الأوروبي، ذاك المنقذ، ذاك دائما تيجيب زورو مثلا او غيره، وجهه بالقناع مغطى، ولكن غادي يقوم باعمال جباره، باعمال عظيمه. اللي بغيت نقول ان المشاهد الاوروبي لا يرى في ذلك. حنا بالنسبه لنا واحد كيحرك بوحده ما كاين باس، كطرى كيعرف شويه الحركه تطرى تيحرك واحد بوحده لاسباب كثيره متعدده، ما كيمشيش مع الصربات، يمشي بوحده بالدارجه ديالنا. هو بالنسبه له الامر اخر. تيقول نقرا، اسمحكم في قراءتي اسطوري قليله اخرى. ذلك العربي الغريب الذي يظهر ويختفي ثم يعاود الظهور في كل مكان من الساحه، كما لو كان ذلك بفعل السحر، ويطلق من بندقيته الخاصه طلقه مدويه وبعيده يصل مداها الى دهاليز القرن السادس عشر، حيث توجد أرمادة العديد من المحاربين البرتغاليين الذين ماتوا وهم يرفعون العلم دندوا بالخمسة مرفرفا في سماء الوطن سالما طاهرا. هذا الظل وهذا الشبح، هذا الرجل كان هو روح الملك دون سيباستيو. يعني ما تيشوفش المغربي، ما تيشوف، تيسقط العالم ديالو على ما يراه. استشهاد آخر في هذا الباب كيعبر على الانطباعات ديالو كيف كيبداو له المغاربه، كلهم فرح واستبشار، بل كيستعمل كلمه اخرى: عند هؤلاء الذين ينظرون الينا حنين الى الاستعمار البرتغالي للمغرب، واشياء روحيه لا يمكن ان توصف، لا يمكن الحديث عنها. هذا الشيء كل الفرضيه اللي كنبغي ندافع عليها، واللي تنقول ان أن الرحلة تنبئ عن الرحالة وتتحدث عن عوالمه وعن إحالته التاريخية. قلت أن دولاكروا يخيم بظلاله على صاحبنا كولاسو هذا، ولي على ذلك أدلة أمثلة كثيرة، وخاصة اللي اطلعوا كلا أو بعضا على سفر أنري أوجين دولاكروا، ماشي من فرنسا غير من طنجة المكناس، وهذوك المحطات اللي حتى هو غادي يمر بها هو نفسه. اولا هي الجامع بينهما هو حب التبوريضه وحب العمل. أوجين دولاكروا كان فارسا وكان يعشق الفرس، لم يكن هذا حال كولاس ولا يعني هذا جانب، لكن الحديث على طنجه غادي يبدا في التاريخ ديال الفن وفي تاريخ الادب بواحد الشكل متميز منذ دولاكروا. بالنسبه لدولاكروا مني تيشوف المغربي في الحايك ديالو حنا في القرن التاسع عشر، تيقول انسان جميل كانه طلع من اتينا وخرج من الاجتماع، او خرج من الاجتماع في الكوليزيوم في روما. ماشي مغربي، ماشي عربي، ما عنده علاقه بهذوك العرب، هو ينتمي الى هاد الفئه، الى هاد الناحيه. العشق ديال الفرس، العشق الخاص لسماء طنجة وللضوء ديالها المتفشي، العشق والحديث بواحد الشكل غريب على اليهوديات الطنجاويات، هذا أيضا ناظم بينهما. طبعا هو رسام كما كيستحضر صورة روبنز، وروبنز رجل في تاريخ الفن وفي تاريخ الرسم له مكانته التي نعلم، ولكن ما تنساوش من اهم اللوحات اللي عنده واحد اللوحه سميتها لا ديسون دو كروا، ان انزال المسيحي من الصلب، وهذه مرجعيه كبيره في الروحانيه ديال المسيحيين. السماح مع الاطاله، الغرض ديالي هنا باش اللي كان الفكره البسيطه اللي بغيت نوصل، ان راه الرحله تتحدث عن الرحاله أكثر مما تنبئ على الموضوع ديال الرحلة. شكرا على حسن إصغائكم. شكرا جزيلا للأستاذ الفاضل على هذه القراءة التي كانت على مستويين، المستوى الأول وهو يغوص في النص الرحلي بشكل عملي في التوطئة التاريخية التي طرح فيها أسئلة أصلا يطرحها المؤرخ دائما عن علاقة الرحلة بالتاريخ، هل هي مصدر للمؤرخ أم لا؟ ثم بطبيعة الحال نقلنا إلى هذا النص الرحلي، وأنا شخصيا أيضا عندما قرأته أحسست أنني أتعامل مع جوزيف دانيال كولاسو وليس مع الملك. الملك غائب، يعني الجسد حاضر
الله هو الذي قام بالرحلة ولكنه غائب في النص، بل هي رحلة في حقيقة ملاحظة وجيهة أحلى. جوزيف دانييل ديكولاسو. سي سعيد بن سعيد، قبل أن نبدأ هذا اللقاء طرح عنده إشكال أنه خصو يغادرنا، يعني متأسف ارتباط كبير عاجل وجاب لا غادي نطرحوا في 5:30 بالضبط، ولهذا غنخلي له هو واحد 10 دقائق لا أكثر لطرح لكي يتفاعل، لأن حيث أن يكون هذا الزخم في هذا العرض وألا يكون نوع من تفاعل من القاعة، ولكن الله يخليكم أسئلة يعني pertinente هذا الأستاذ لكي يتفاعل معه. ومرة أخرى أعتذر لهذا وخا غير الأسئلة القاعة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. سي سعيد كان تفضل كاين بعض مرحبا تفضل يا أستاذ أنت كتسير يا جلسة. نكتفي بتدخلين. سير الواحد تطلع في سؤالين. شكرا شكرا على المقدمة أستاذ، شكرا على المقدمة. شكرا أستاذ علوي. في نقطتين بسرعة، بالنسبة للنقطة الأولى حول اعتبار أنني اشتغلت على الرحلات خصوصا حزم البطوطة وحدة السفر، هنا سأطرح سؤالين. سؤال بالنسبة للبطوطة، التعامل مع الرحلة الوسطية يحتاج إلى إعادة النظر، لأن ما يقال على أن الرحلات تتضمن الغريب والعجيب لا يعكس أن الناس تصدقها ولا تتعامل مع أصلا مصدر المعلومة، والدليل ذلك أنه مهما قيل عن ابن بطوطة بما في ذلك ما ذكره ابن خلدون فهو كان قاضي القضاة بتمثيل، ومعنى ذلك أنه من الصفات التي ذكرت في أغلب كتب أدب السلطانية أنه من صفات القاضي الصدق. إذا هناك فصل للناس ما بين الرجل كرجل وما بين نصه الذي كان يتعامل معه في نظري كعمل المتعة فقط. النقطة الثانية بخصوص هذا الصفار، شغلت على رحلة الصفار، وأعتقد ما ذكرتموه وركزتم عليه وسمحكم في هذه المساحة الاختلاف مع أستاذي، ما ذكرتم أن الرحلة تحدثوا عن الرحلة بالنسبة لي شخصيا في تعامل مع الصفار وجدت شيئا مختلفا، وحتى أنني في بعض الأحيان كنت أطرح السؤال من كتب نص هذه الرحلة؟ لأن في الحقيقة الصفار لم يكن إلا مؤلفا بالمعنى الحقيقي. صحيح. لأنه أخذ نصوص من هنا ونصوص وردت عليه من قبل الترجمان ونصوص من الوزير جيزو وأيضا بإملاء أيضا من أشعش. وأكبر نقطة في هذا الإطار رصدتها هي غياب عبارة التغيير التي وجدناها على طيلة الأطول مجموعة المتون لم نجدها في رحلة الصفار. صحيح. ولما بحثت توصلت إلى الدور الذي طلع به ليون روش، هو الذي فرض على المغاربة إزالة عبارة طاغية من المراسلات، وهذا واحد من مجموعة الوثائق التي نشرت في دورية الوثائق. إذن فغياب طاغية هنا لا يعكس تمثل المؤلف بقدر ما يعكس الضغوطات والإملاءات التي فرضت على صفار. شكرا وأعتذر عليكم. سي المناحي ناخذوا غير جوج ناخذهم جوج أستاذ. أنا أود فقط أن أعرف السبب. سبب إعجابكم الشديد وحبكم إلى ديلاكروا ورد هكذا عرضا في حديثكم. نعم. وقلت إنك تحبه كثيرا. نعم. أود أن أعرف إذا سمحت. شكرا. هذا سؤال مفيد بالنسبة لي ذاتيا. الزميل المحترم سعد الواحد بن الاختلاف لا يفسد للود قضية كما كيقولوا الإخوة. الإخوة المشارقة، أنا ما تهمنيش الجانب ديال ابن بطوطة كان قاضي القضاة، وأكثر من ذلك ابن بطوطة كان رجلا متصوفا، وإذا سألتيني وحتى أنت كأي واحد قرأ الرحلة أكثر من مرة تجد أن كل الذي بلغة معاصرة ديال في العربية ديالنا اليوم العالم ديال ابن بطوطة بأي شيء هو مؤتت أكثر من غيره، مؤتت بالأقطاب ديال الصوفية وبمشايخ الصوفية في كل مكان، هي عالم ديال الروحاني. هذا جانب. العجيب والغريب
الناس كيقراو الرحلات بالبطوطه بحال كي كيقراو الف ليله وليله، متفق معاك. ولكن شكون اللي تتقرا؟ ماشي العين ديال القارئ، داك العين ديال القارئ اللي تيقرا تيقرا بالثقافه، كيقرا بواحد بواحد المتعه، بواحد المرجعيه، واحد المرجعيه معينه. وبالنسبه لنا بن بطوطه كوكا كان باقي عندنا حنا في هاد تصورنا في هاد الزمان، وحنا عاد خرجنا من يوم 9 مارس 8 مارس كنقطعوا له راسه مثلا، حتى يتكلم المحطه الاولى او الثانيه في الرحله ديالو هي تونس، غادي في الطريق تلقى بشي واحد تزوج خدم منه بنته، ثم قال وحدث بيني وبين ابيها خصومه استوجب طلاقها فطلقتها. تمشي تاخذ المراه في هاد البلاد تيدوز معاها واحد المده ويطلق، شحال ديال الاولاد خلف، شحال ديال يعني هذا 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 الجانب الاخر ليس الاكثر من كتب في هذا الجانب ديال بن بطوطه. ايه يعني لانهم جانب سلالات، جانب 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 مثير. بالنسبه للقضيه ديال علاش ما كتوردش كلمه ديال الطاغيه، انت استاذي هنا كتكشف على الهوس، وهو محمود في بعض الجوانب ديال المؤرخ بالوثيقه، والوثيقه تقول كل شيء، وهي اللي غادي تقدم لنا التفسير. انا بغيت تجاوز ديال هذا الامر ننتبه لواحد الحاجه اخرى. واش زمان محمد بن عبد الله بن اسماعيل وما كان يمكن نسميه بدبلوماسيه الاسير وصوره المغرب هو الزمان ديالو في يامات مولاي عبد الرحمن بن هشام وخاصة ابنه بعد الهزيمة الإسلي؟ هذاك ابن عثمان الكاشمي تيدوي تيقول فطلعنا إلى دار مخزنهم ولما وصلنا إلى الباب بندقوا لنا، حتى اللغة اللي تيستعمل هذه ديال الدارجة المغربية، هو كاع ما تيبانولوش دوك البرتغال دوك الإسبان تيشوف في السماء بصراحة. ولكن الصفار صفر عندنا كان فقيها، صفر شنو الحرفه ديالو؟ كان عدل كما تعلم، كان عدلا اشعاش، هو صاحب الرحله، هو هذا كاتب الرحله. ولكن هذا اشكال اخر بين الرحله وبين اللي ندون ديالها، ولكن هو الانتباه للذاتيه. شكرا الاستاذ الملاحي، الاعجاب ديالي ديال جين دو لاكروا شويه تنبغي الرسم وشويه لسبب اخر ذاتي. روايتي الأخيرة حبس قارة لها بطلان اثنان أو هما نصان متقاطعان، أحد نصيها هو الرحلة ديال أوجين دو لاكروا من طنجة إلى مكناس، وكذبت عليه ما شاء الله أن أكذب كما يكذب كل روائي، وإلا لما قد يكونش كيكتب رواية، وجعلته في مواقف وفي أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فأنا عشت معه واحد المدة ديال سنتين أو لا شي حاجة، مذكرته وعمله. ثم ملي كتمشي عند زملائنا الاساتذه ديال نقاد الادب تتلقى يعد أوجين دو لاكروا كأحد مؤسسي الحداثه في الفكر في اوروبا، وهذه الشهاده اللي تيقولها في حقه كان صديق له ومعجب به اشد ما يكون الاعجاب، وكيشوف فيه قدوه عاليه، وهو الشاعر الفرنسي شارل بودلير على سبيل المثال. بالتالي المكانه ديال دو لاكروا في تاريخ الرسم وفي تاريخ الفن الاوروبي وفي تاريخ الادب عندها هذا الجانب. بالنسبه ليلي هذاك الحديث ديالو على ذاك الطريق ديال اللي قطع من طنجه المكناس ثم المقام ديالو في طنجه والاعجاب ديالو بها يعني، وهذا امر ما فيه حتى حاجه للتاريخ ولا للموضوعيه، لان المؤرخ نقيد الروائي. هذا الجانب ديال لو بو مونسونج كما يقول الفرنسي. شكرا اخي على المحترم على اسمك.